اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم معنا ألين. ألين اليوم شو بدنا نعمل؟ بدي اشرح لكم كيف نقسم صحنا بطريقة صحية. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. هلا يلا نبلش. اول شيء بدي اعرفكم على مجموعات الاكل. انا مقسم لخمس مجموعات. اول مجموعة هي الخضار. بتشو الخضار مثل فليفلة أو جزر أو كوسة أو بندورة أو خيار أو خس أو غيره. ثاني مجموعة فواكه. بتشو الفواكه مثل تفاح أو عنب أو موزة أو الجاص أو غيره. لازم تعرفوا انه نص صحنكم لازم يكون خضار فواكه. لازم تاكلوا من كل الالوان لانه هن مفيدين. ثالث مجموعة هي البروتين. شو البروتين؟ مثل الدجاج او اللحمة او السمك او العدس او البيض او غيره. البروتين كتير مهمة لانها حتن نكبر. حتن هيك لازم ناخد منها كل يوم على كل وجبة. بس مش كتير قد هيك. رابع مجموعة هي النشويات. مثل شو النشويات؟ البطاطا او رز او ذرة او كعك او خبز او معكرونة. النشويات كتير مهمة انها نركض ونلعب وندرس. قدرنا ناخد النشويات قد هيدا البروتين. يعني بس هالقد بالصحة. خامس مجموعة هي الكالسيوم. مثل شو الكالسيوم؟ مثل لبنة أو جبنة أو حليب أو لبن. لشو مهم ناخد كالسيوم؟ لأنه بيعوّل العظام والأسنان. كيف منكون حضرنا صحنا بطريقة صحية؟ رمضان كريم. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا استفدتوا منه. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وبشوفكم بفيديو جديد.